بروكر من شركات الشركة الكبيرة القديمة قوي في مصر، يعني ممكن مدة صناعتها حوالي فوق 120-150 سنة تقريبا. مصانع عربية من المصانع العريقة، من أوائل المصانع في هذه الشركة، وإسماعيل وأيام امتدت إلى عبود باشا، حتى كانت مشهور صناعة السكر بعبود باشا المشهور في مصر، من أقدم الصناعات أو قلعة صناعية في صناعة السكر في مصر. عملية الصيانة فور انتهاء موسم القصب بيتم عملية صيانة في هذه الفترة حتى يتم استعداد هذه المصانع للموسم التالي لهم، من خلال هذه الصيانة ومحافظة على هذه المعدات والأجهزة والمباني وكل شيء، ويحدث تجديد كلما أمكن ذلك. بنحافظ على التراث القديم، ما غيرناش فيها كتير. موجودة أيضا المباني اللي بنحاول نطور فيها ونجدد فيها، بس ما غيرناهاش، بنفس المعالم بنحاول نطور، وإدارة الشركة بتطور برضو أيضا تلك الصناعة المهمة والصناعة القومية.